مساكم الله بالخير ولقاء جديد ومختلف مع الراي عشر إلى عشر الراي ياتيكم يوميا ان شاء الله ومعاي اسبوعيا واحيانا نطلع مرات اضافيه. اول شيء نهنيكم في العام الجديد ونتمنى الخير لبلدنا ولاهل بلدنا ولاميرنا ولكل وافد مقيم شريف في هذه الارض المعطاءه. ندعو بالرحمه لكل من رحلوا في العام الماضي ونتمنى الشفاء لكل من داهمهم المرض ونتمنى سكون النفس والهدوء لكل من اتعبتهم الهموم. ثارت بالايام الاخيره موجه فجائيه في اتجاهين، اتجاه عن الجنسيه وكشوف جنسيه وكلام غريب ما احنا عارفين له آه عن قائمه للتجنيس قائمه مضروبه ناس تستحق ناس ما تستحق كلام غير واضح وغير غير يعني ما, ما ينقضب طبعا الاشاعه تطلع وبعدين الاشاعه تقضي على الاشاعه وانت اللي رايح الامر ما هو واضح الامر الثاني آه ثارت من جديد آه مساله الحديث عن اسقاط القروض او اسقاط فوائد القروض آه حقيقه ما عندي يعني المام تفصيلي بهذا النوع من الاقتراحات لاني اعرف انه بالنهايه راح يكون في تصدي له. لكن انا اللي ابي اقوله ترى المواطن حريص على بلده ومحب لبلده ويامل ويتمنى الخير لبلده ولا يمكن يقبل ان يضر بلده، لكن ما دام في سفه في الانفاق ما راح يقتنع ما دام في خساير كل يوم نقرا عن خساير بمئات الملايين وكان الفلوس يعني عيش ينثر ولا وال وال ولا ولا ما يتبخر يعني اليوم منشور في الراي 294 مليون راحت ومره تقرا عن 500 مليون مقضوبه في دبي مره تقرا عن مليارات راحت في التامينات طيب وبعدين طيب سفه في الانفاق متفقين خسائر كثيرة في الاستثمارات متفقين حرمنا وبوق ونهب متفقين طيب في ظل أن الجربة الحكومية مقضضة من كل صوب وتخر معي شلون يقتنع المواطن أنه يحرم نفسه من هذا وهو لو شايف الفلوس في حرز مكين ما راح يفتح حلجه لكن إذا المواطن شايف المسألة سايبة والفلوس خراري هذه بروحها ضيافة الداخلية طلع عشرات الملايين في السالفة عشرات الملايين بند ضيافة ضيافة طيب شلون تقنع المواطن بأي عين أي رئيس حكومة أو وزير ويوقف وينظر ويقول للناس لأ يا اخي شعور المواطن انك انت دائما ضده شعور المواطن ان انت دائما حاط عليه شطار بس لا عجز اكتواري وتشوف المئات الملايين طارت من التامينات وبالشي خلق الله اقعد لين يصير عمرك ستين واشتغل خمسة وثلاثين سنة مدري ثلاثين سنة وقصة طويلة عريضة، يعني من يقدر, يقدر يقعد بالقطاع الخاص 35 سنة في شركة؟ ليه كبر اللي في القطاع الخاص شلون ينتقل من شركة إلى شركة؟ أمر صعب جدا. كونوا واقعيين في مقترحاتكم كنواب وكحكومة. اللي بينظر اللي بيتكلم على هواه يعني هم يقول لك حدث العاقل بما لا يليق فإن صدق فلا عقل له. ما دام في عندنا سفه في الإنفاق الخسائر خراري البوق والحرمانة شغالة لن يقتنع المواطن لو تيبون كل منطق الدنيا اضبط نفسك كحكومة اقض أرضك اقض بفلوسك حسن أدائك ذيك الساعة ما راح تلقى المواطن فاتح حلجة ولهذا السبب مدام هذه العناصر موجودة أنا أقول مدام الفلوس طائرة طائرة أعطوها الناس بدال ما تطير هذا فيما يخص اسقاط القروض والفوائد. نرجع نتكلم عن حلقتنا الليله. حلقتنا الليله مع عضو مجلس الامه الشاب المجتهد يوسف صالح الفضاله وهو نموذج للشباب اللي حققوا ارقام جيده جدا في الانتخابات الماضيه. وفوزهم ما كان مفاجئ لكن تقدمه في المراكز كان مفاجئ نعم اليوم ودنا نسولف مع دور النواب الشباب أدائهم هل هم على قد الطموح ولا أقل شنو العراقيل اللي واجهتهم هل اللائحة التنفيذية هل آليات العمل البرلماني هل اللف والدوران ما بين الحكومه والنواب أه شنو اللي عرقل الاداء؟ هل تغيرت الامور؟ هل صارت الكويت في وضع افضل؟ هل تحسنت بيئه الاعمال بعد ما تقدموا الشباب؟ هل وجود الشباب يعملون فراده في هذا المجلس افضل ولا لازم يكون في كتله شبابيه تتفهم احتياجات الشباب ورغباتهم؟ أه هذه كلها عناصر ودنا نسولف فيها اليوم مع ضيفنا. نطلع فاصل ونرجع لكم عقب الفاصل مع الضيف نأخذ راحتنا معه بالسوالف ونسمع منه ويسمع منه. مساكم الله بالخير، رجعنا ومعانا ضيفنا الاخ يوسف الفضال ابو صالح. يا هلا مساك الله بالخير وكل عام وانت بخير وان شاء الله عام سعيد ومليء بالانجازات اللي ان شاء الله تحققها إن, إن, ان شاء الله. ان الله مساك الله بالخير ابو خالد وحقيقه يعني انا سعيد بتواجدي بهالبرنامج المميز وانا كان يعني اه تواصل من اول كنت حريص ان اظهر هذا البرنامج ولكن اعتقد في وقت انه يكون مناسب واحنا حريصين عليه ونتمنى ناخذ فرصتنا في الحوار معك ان شاء الله قبل ما ندخل بسوالفنا اي والدك الله يحفظه يحفظك العم صالح اي الناس كلها تعرفه ايه ويوسف انت شنو ترتيبك بين الاخوه الذكور في الثاني انت الثاني أي. انزين اشرح لنا ما هذا اللغز تبي طيب تعرف انه ليش يتسمى لانه يتسمى يعني يتسمى كلنا نعرفه ويوسف يوسف ابو يوسف العم يوسف ولكن ذاك اليوم لقطت السالفه من واحد يقول العم ابو فضاله وهو اقرب أي. مني اي صحيح. واعلم ب ب زين فقلت خل يمكن القصه ما هي معروفه خل إيه صحيح هو من طريقه نبدا بسوالف هاديه لطيفه اخوي اخوي العود فضاله البكر فضاله وكيف. فضاله والوالد فضاله اي بس وقت يعني يوم يا فضاله حزتها عم ابوي فضاله توفى رحمه الله عليه الله يرحمه وكان يدي موجود عايش اي يدي يوسف فبس سموه فضاله بس الوالد من قبل لا يتزوج وهو يتسمى ابو يوسف على ابوه على ابوه اي ورايحه عليه ابو يوسف من اول من من اول من قبل ما من قبل من قبل لا يتزوج من قبل ما فضاله ويوسف فمستمر استمرت عليه ابو يوسف اي مع ان كل القراب من ابو فضاله اي من <applause> عمامي قوارب فضاله بس بشكل عام بس بشكل عام ابو يوسف رايحه عليه من اول عم وراح حق فضاله <applause> عموما نحيي العم يوسف ونتمنى له الصحه حي. والسلامه والسداد وياه. في العام الجديد. الاسبوع الماضي كنا يعني كسرنا احنا برنامج يعني احيانا سياسي احيانا منوع، الاسبوع الماضي كان ويانا الفنان نبيل شعيل ايوه نعم و تحدث يعني ما ما كان حديث فنان بقدر ما هو كان حديث مواطن كويتي يتحدث بحرقه من اجمل اغانيه يقول من تكون؟ فانا أي. ودي اسالك ابو صالح انت من تكون ليبرالي ولا اسلامي ولا أي. مستقل؟ أي نعم. محافظ أي. عنصري دم مزرق دم اخضر شو السالفه؟ لا يا شوف ابو خالد احترت في تصنيفك يعني هو عموما أه نحن دائما وخليني يعني ودي استرسل في الاجابه هذه عشان تكون على قدر قدر السؤال وعشان نعطيه حقه دائما دائما نحن كافراد في حاله ان اللي امامنا تكون مواقف مختلفه من قضيه الى اخرى أي. دائما حتى يسهل علينا ان نفهم هذه المواقف نحتاج ان نصنف وبالتالي حتى انت لاحظ في قضايا كثيره الفتره الاخيره أوه. في قضيه الرياضه يقول لك انت تبع فلان ولا تبع فلان، في قضيه أيه. اخرى يقول لك هذا تبع فلان ولا تبع فلان، مم. مم. مو هي ما هي تصنيف حقيقي كثير ما تصنيف عشان الشخص يسهل عليه فهم الموضوع. آه بالتالي ان ان كنت تسالني في اي اتجاه آه انا اخذه ولا انا عندي معيار رئيسي هو المعيار الدستوري. اللي انا اقسمت على احترامه واسعى لتطبيقه، وبالتالي اي قضيه تطرح وفي اي راي انا اجذم عليه بالتاكيد هو المعيار الرئيسي الدستور، ففي قضايا معينه كنت فيها وحيد، وهذا يعني وممكن الواحد يستذكره في وقت لاحق من هذه المقابله، بس ان عندما ارى ان هذا الموقف يتناسق مع المعيار الدستوري اللي انا اقسم وقسمت عليه اتخذ رايي بهذا الموقف، ولكن تسالني في شكل اخر وبشكل خارج العمل ان انا منتظم الى كيان معين ولا انا مسجل، لا انا ماني ماني ولكن كل ارائي استقيها ويكون معيار فيها الدستوري هذا هو المعيار الرئيسي اللي انا ابني عليه قناعاتي. صدق كلامك عن الدستور ذكرني مره كنت اسولف ويا المستشار شفيق امام الله يذكره بالخير. آه قال في بعض النواب ياتون الى البرلمان نعم ويقسمون على احترام دستور هم لا يعرفونه ولم يقرؤوه نعم وطبعا كان سوالف ما اذكر جانبيه اعتقد كان سالفه جانبيه كان يقترح ان النائب الجديد اللي نعم. اول مره ينجح ياخذ ما يشبه الدوره الدستوريه تسبق ادائه القسم بحيث أنه لما يدخل البرلمان ويقسم على احترام الدستور يكون عارف بالضبط قاعد يقسم على شنو نعم أه هل في ما يشبه الدورات التأهيلية أنا أسمع أن الأمانة العامة في المجلس نعم. يمكن تستقبل النواب الجدد هو, و... هو في, في, في بداية يعني حتى قبل أن نقسم أصلا مجرد نجاح ما يتصلون علينا وهذا اللي حصل وياي اتصلوا على الامانه العامه أنه يكون في شكل تعريفي في المنشأة في آآ آآ اللوائح الداخلية المنظمة والأمور اللي والله يكون تبعها النائب والمسموح فيها وشو اللي يقدر يحصل عليه وشو اللي ما يحصل عليه و... يعني بشكل عام ولكن ما هو بشكل التثقيفي الأساسي اللي هو تعال والله قاعد <applause> كشكل نقدر إن أنه والله طلاب قاعدين في صف وأن عبد الفتاح حسن قاعد يشرح مو هذا الشكل يعني اي اي لا بالتاكيد بعدين يعني خلينا نكون واقعيين ابو خالد أه هل هل معيار اختيارنا ها معيار الاختيار اصلا ما هو المعيار اللي قاعد يصير مع الاسف أه صحيح ما هو معيار, معيار الاختيار تقصير معيار اختيار التصويت, التصويت. التصويت. التصويت ما هو معيار أه انت كثر أه فهمك او خلفيتك او م. او التصاقك ومعيارك الدستوري هو المعايير قاعد تختلف م. فقاعد يعني تشوف نواب ملتزمين في نواب لا قاعد يظهرون في اراء سياسيه وايمان م. على يعني ايمان الناخبين في هذه القضايا السياسيه نعم هذا اللي احنا نعتقد هو قاعد يوصل راينا قاعد فما هو الشكل اللي صاير انه والله الاختيار بشكل انه هذا الشخص قاعد يمثل معيار الدستوري بس انت تتكلم يعني حدود حدود الامانه العامه ضيق ما هو تثقيف شكل كامل بالدستور <مفوط> بس في نواب ما يعرفون الدستور والله ما اختبرتهم كلهم <مفوط> <مفوط> اجابه دبلوماسيه حلوه ابو <مفوط> صالح كنائب شاب نعم وين تحط نفسك عموماً بين زملائك النواب الشباب <applause> والشباب أنا عارف ما في تصنيف واضح <applause> يمكن هم تصنيفنا هلامي شوي أو بس أنا أفترض الشباب اللي نجحوا للمرة الأولى وأعمارهم صغيرة نسبياً في <applause> <applause> اختلاف على أدائهم في توقعات كبيرة منهم كانت يعني من الناخبين مثلاً تجاههم وأحبطوا انت شنو شايف نفسك للحين بعد هالتجربه و... امورك زينه؟ الحمد لله اموري زينه اموري زينه <applause> بس خلينا نتكلم ابو خالد حتى بالشكل اللي كان يعني المحور اللي موجود يعني في, المقا... في المقابله او في ماشيه المقابله ان كتله الشباب و... <applause> انا باعتقادي منذ ايام يعني من الانتخابات ما تكلمت يعني وكان عندي مقابله هني في نفس في نفس القناه الراي كنت اتكلم وكان رايي واضح ان اعتقد التصنيف غير سليم لان احنا اصلا كمجموعه من الشباب ترى انزلوا مجموعه كبيره من الشباب صحيح آه... نزولنا ما كان باسم كتله موحده ف... لا طبعا اي, أي. ف... آه... عاد يخضع من مزاج شخص الى شخص كيف يقيم هذا الموضوع هو ان كان يعتبر ان كل النواب الشباب الموجودين هم خاضعين لمعيار معين وتصنيف معين انا اعتقد ما يعني ما اقدر اتفق وياه لان اصلا انا تكلمت في هذا الموضوع في كل مجلس في كل مجلس ابو هناك مجموعه كبيره من الشباب من المجلس التاسيسي يعقوب يعني الحميد رحمه الله عليه وهو يعني من خاطين المجلس التاسيسي ولجنه الدستور عمره شم كان في كل مجلس تلقى فيه مجموعه شابة دائما يكون في 30 واحد 31 واحد تو مكمل دائما وفي مجموعه يعني تتراوح ما بين واحد 31 39 مجموعه ما هي صغيره في كل مجلس في كل مجلس، مجلس المجالس اللي من بعد الغزو، في المجالس الاولى، ولكن انا باعتقادي التقييم يكون على اي اساس؟ التقييم يكون على اساس الرؤى اللي تم يعني تم طرحها في وقت الانتخابات. لبرنامج العمل تقريبا. واحنا ما نقدر نسميه برامج عمل كثر يعني انا على الاقل اتكلم انه هي رؤى. احنا دشينا دخلنا دواوين اهل اهل الدائره ودخلنا تجمعاتها وكنا نطرح مجموعه من الرؤى. اذا التقييم السليم اللي يكون على ما هو قدر الانجاز هذه الرؤى هل تم انجازها بالنسبه لشخص المعين اللي تكلم ولكن ان نصنفنا كلنا ككتله واحده ونحملها كل السلبيات واي لو كان ايجابيات ايضا نحملها الايجابيات انا اعتقد هذا التصنيف غير سليم وغير خاضع للمعيار اللي اصلا تم اختياره في إن انت كيوسف كي الفضاله نعم شعبيتك نعم. تعتقد انها تراجعت بالفتره الاخيره؟ والله يعني انا ما اتكلم هناك اراء مختلفه يعني انا ما يستطيع حصر كل الاراء وهناك امزجه مختلفه وهناك استطلاعات مختلفه وتخضع اصلا على قضايا مطروحه معينه في اوقات معينه وحتى الاستطلاعات صح يعني طريقه اليه توجيه طريقه اليتها ف تلجأ يعني عموما تلجا آه، 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 شلون؟ تلجا لاستطلاعات الراي إلى الآن لأ. أي. إلى الآن لأ، يعني أنا عندي قناعة آه أنا أسوي آه الهوم وورك مالي، أسوي واجبي، أسوي واجبي في كل قضية. وأحاول إني أوصل إلى القناعة اللي يعني تكون مستقرة في ذاتي ووجداني. وعندما أتخذها مستعد إني أتحمل آه. مستعد إني أتحمل نعم. تكلفتها وبالتالي ممكن هذه القناعة لا تعجب آه لا تعجب ناس كثيرين. ولكن انا اعتقد يعني من بعد اجتهادي في موضوع معين هذه القناعه اللي اللي انا وصلت لها وانا متاكد اني ما وصلت لها الا من بعد جهد بذلته كثير يعني وفي قضايا يعني صار لي سنه ابحث فيها واستقريت الى قناعه معينه وطرحتها قبل ما ندش بالقضيه اللي صار لك سنه، المفروض أن في اتصال عندنا يلا الو 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 مساك الله بالخير ابو غازي يا اهلا وسهلا تسمع الصوت زين هلا والله معانا نائب رئيس مانتاز. تحرير في جريده القبس الاخ عبد الله المضف وهو <applause> ايضا من الشخصيات الكويتيه الاعلاميه الشابه حقق نجاحات جميله في المجال الاعلامي وحقق نجاحات جميله في البزنس فانا من هني كان الاختيار يعني انه يكون معانا وطبعا لا ضلع بالسوشيال ميديا واستطلاعات الراي والقياس ف تفضل ابو خالد اول شيء انا بشكرك على المقدمه الجميله ناطرك بس تخلص اي تفضل اشكرك على على هذه المقدمه الجميله وانا ايضا دوري ابي اشيد في برنامجك ابو خالد الله أه اللي امانه اظهرتنا جميعا رزانه وقوه حجه وثقافه يعني قلما نراها طيب. الان في الفتره الاخيره وانا اتشرف أن اكون معكم ضيف مش. مع النائب اللي احنا نكون كل, كل تقدير واحترام ابو صالح مشكور مساك الله بخير غازي يا اهلا وسهلا اهلا وسهلا فيك حياك الله الله يحفظك ايش رايك في اداء النواب الشباب بشكل عام؟ هل احبطوكم ولا حققوا طموحاتكم ولا نص نص؟ ابو خالد انا حتى نتحدث بصراحه يعني بشكل واضح اليوم اعتقد من الظلم الشديد ان نقيم التجربه الشبابيه اليوم كنواب وكانما هم كتله واحده او حتى ربما حزب هؤلاء الشباب بالنهايه كل من وصل باجتهاده وكل من له اجنداته الخاصه وافكاره وطموحاته والى اخره آه هذه البخار هذه الاختلافات في الافكار يعني انا بس ادعو كل مواطن او مواطن يفتح على قناه المجلس ويشوف مداخلات النواب ال50 نائب ومن ضمنهم النواب الشباب كل من يغني على ليلى وانا يعني بالنسبه لي حتى كتقييم للتجربه الديمقراطيه انا اراها مش هو التجربه الديمقراطيه في هذه الحاله اصبحت مثيره للشفقه امانه المواطن كل ما له طموحاته تصعد واهدافه تكبر <applause> والعمليه الديمقراطيه اللي انا اسميها بين قوسين واسمح لي على هذا التعبير عمليه ديمقراطيه يعني عوية <applause> <applause> العمل الفردي مستحيل مستحيل ان نتري منا اليوم اي انجاز يواكب تطلعات النواب المواطنين عفوا تكلم اليوم عن المركز المالي التجاري، نتكلم عن الاصلاحات الاقتصاديه، نتكلم على امور كثيره من الاستحاله من استحاله على هؤلاء النواب الشباب بين قوسين وباقي النواب ان يعني يحققوا طموحات واهداف وتطلعات المواطنين الكويتيين في ظل النظام الانتخابي الحالي. الان وين العيب؟ يعني احنا ما ن... العمل الفردي مستحيل ان يحقق انا قلت لك كل واحد له اهدافه يعني انا اليوم يوسف اكيد عنده اجنده وركان اكيد عنده اجنده وعبد الوهاب وقس على ذلك العيب الشرعي في العمل الديمقراطيه الفرديه تؤيد الحزبية أبو غازي كأنك تطرح احنا 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 اليوم بالكويت الكويت خالد واحنا ما المواطني نلوم المواطنين ولا نلوم الحكومه عندنا حساسيه بكلمه الاحزاب واعتقد سياسيا ويصلح لي ابو صالح ان العمليه السياسيه اليوم نحتاج الى منطقه ما بين العمليه الحزبيه والعمليه الفرديه اللي هي قوائم النسبيه واعتقد م. وصلح لي بعد اخ يوسف لي كان توجه ان تكون هناك انتخابات على شكل قوائم نسبيه بحيث يترشحون مجموعه من النواب سمهم كتله شبابيه سمهم كتله اقتصاديه سمهم اي كان اسمائهم وقت الترشيح هؤلاء النواب او هؤلاء المرشحين تكون لهم اهداف واضحه اهداف اقتصاديه اهداف أه... يعني شبابيه علميه بعدها المواطن اذا راح ينتخب هؤلاء النواب يعرف هذا الانتخاب مبني على ايش ويشارك ايضا في عمليه تكوين اهداف هذه الكتل. الاحزاب يعني الحكومه والمواطنين في تجربه ما يسمى في كرامه وطن والتي فشلت امانه سياسيا وايضا اجتماعيا خلت في رهبه واسعه عند المواطنين. لا احنا ما نبي اليوم هذه هذه الاحداث اللي صارت احنا ما نبيها. لكن اعتقد لابد ان نمضي خطوه اضافيه في العمليه الديمقراطيه في الكويت وتكريس العمل الجماعي عن طريق ما يسمى بالقوائم النسبيه. ممتاز، يعني انت تؤيد وجود عمل جماعي، تؤيد وجود كتل برلمانيه او ما يشبه الاحزاب، ولكن مو بالضروره يكون عندها نزعات تمرديه يعني على النظام العام بالضبط، بالضبط. او شيء كذي. احنا احنا اذا جينا نبي نشوف العمليه السياسيه الفتره الماضيه، العشر او الخمسة عشر سنوات الماضيه، في نقطه مضيئه اسمها نبيها حمص. يمكن النظام الانتخابي في ذلك الوقت او او افرازات الدوائر الخمس باربع اصوات لم تكن جيده لكن النيه كانت جيده اصلاح النظام الانتخابي وتكريس العمل الجماعي ما نجحت ما نجحت الفكره لأن ربما في ذلك الوقت اعتقد انه ما كان في نضج سياسي يعني يحتم علينا ان ننتقل الى العمل الجماعي بمفهومه الصحيح في القوائم النسبيه فانا برايي المتواضع أن يتبنى هؤلاء النواب ويتبنونها إعلاميا بين قوسين وسياسيا ليقنع المواطن ان بهذا الشكل بهذا النظام لا يمكن ان يتم تحقيق طموحات وتطلعات المواطن الكويتي. كلام جميل واختصرت عليه وايد اسئله انا كنت بسالك هل نجحوا في لا. تحسين الحريات كونك إعلامي انا انا يعني <applause> انا اقول له بوضوح وهو قدامي احنا نعاني من القمع قانون المرئي والمسموع وقمع قانون المطبوعات والنشر وقمع قانون آه الاعلام الالكتروني آه اللي وضع مع الاسف بايادي نواب لكن ما حسبوا حساب انهم ما راح يكونون مخلدين على كراسيهم يعني انا اختلف قليل المعنى في هذه النقطة خالد في السابق في السابق كانت الأمور عايمة حتى في السوشيال ميديا يعني التطاول على كل المقامات لا أنا أنا مو مع التطاول بس مع الانتقائية, الانتقائية, الانتقائية اللي قاعد يصير مع مؤسسات الإعلامية أنت أنت قاعد تربط المؤسسات الإعلامية اللي ماشي على اسس وخاض على القانون والحسابات الوهميه اللي بطه كبدك ما انت عارف توصل لها يا حساب مسجل يعني نعم. بالواقواق وبال ما ادري وين وبالهذا انت انت تتكلم خالد هذه الاجهزه الامنيه اللي والله في هكذا يبدو او الدوله وغيرها حتى ثلاثه اربعه مو عارفين فعلا ايش المشكله المشكله اشوف مصالح يضحك يعني كنا كنا عنده هو عارف يضحك معك. لا هو عارف واحنا عارفين هذه يعني انت تتكلم اليوم الا اجهزه الدوله ككل مي عارفه توصل حق اكونت ولا اكونتين ولا ثلاثه من السوشيال ميديا. ناتي على موضوع الانتقائيه، القانون ما في شيء. يمكن جزئيه جزئيتين لكن القانون اذا طبق بالشكل الصحيح ما حد يعرفه. انت مثل ما شفت مقدمتك اليوم تأيد عقوبات الحبس على الاعلاميين بغازي انا اكيد ما أيد اي عقوبه حبس لاي مواطن لكن ان تم إن تم التجاوز في أي قانون، مو شرط المرئي والمسموع، أي أحد يتجاوز على القانون يجب التطبيق عليه، لكن ما يصير تسامح من شئت وتعاقب من شئت هذه هي النقطة اللي عارفينها لذلك ابو صالح يمكن يضحك لأنه عارف الاكونتات هذه عارفينها ويدرون من خلفها وجهة نظر ويستخدمونها احيانا ها أوه أوه والله ما اعرف إيه لا, إيه لا يقول ما اعرف هو ما اعرف عموما ترى ابو خالد سياسي ها <applause> السياسي ما يحب يجاوب بشكل واضح بس انا اقول لك اياها هم عارفينها لكن للاسف جميل هذه في النهاية تفضل مشكور بغازي كلامك مميز ومختلف ومثير لبعض الجدليات يمكن احنا طولنا شوي في الاتصال عليك ابو صالح عليه لكن طرحنا بعض الامور اللي ودنا تحكي فيها سمعت رايه يمكن انا اكثر ما لفت نظري في الكلام اللي قاله موضوع القوائم النسبية نعم. اللي هي عمل جماعي بالنهاية نعم. هل بالفعل يد واحدة ما تصفق ولازم يكون في عمل جماعي؟ هو بالتأكيد أبو هو العمل الفردي ما هو نفس العمل الجماعي العمل الجماعي. خلني استشهد لك في تجربه كانت سابقه موجوده، تجربه الكتل النيابيه اللي كانت موجوده، م على الرغم يعني سواء من اختلاف التحفظات على بعض الكتل ما تطرحها ولا هذا، ولكن نكون واقعيين، الكتل اللي موجوده كان التنسيق بينها والعمل بينها افضل من الشكل الحالي. وبالتالي انت انت لما نتكلم عن قانون الانتخاب الحالي اللي هو الصوت الواحد بالتأكيد ما يعني من الصعوبة من الصعوبة جدا إنك تخلق كتل داخل البرلمان بحكم التصويت فردي يعني يعني لا يمكن تتلاقون إذا بينكم تنافس انتخابي لا 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 بالعكس شوف الحمد لله ربي لك الحمد أنا علاقتي مع كل النواب بلا استثناء علاقتي جدا مميزة مع كل النواب لا امتلك اي اشكاليه مع اي نائب. امم. وبالعكس ناخذ ونسولف ما عندنا مو هذه الاشكاليات، نعم. الاشكاليات في في الاولويات. يعني انا ارى اولويات معينه. الاولويات اللي يفرضها بالضبط. يعني اهتمام الناخبين ملوتك وملوتي يعني احنا نتكلم ابو خالد احنا لما نزلنا الانتخابات تكلمنا عن رؤى معينه. مو كل المرشحين اللي تكلموا نفس الرؤيه اللي احنا قاعد نتكلم كل كل مرشح قاعد يتكلم برؤيه مختلفه صحيح وبالتالي احنا لما اني وندخل المجلس انزين لما اني نلتقي احنا كنواب فرادة ها ناجحين كل واحد فرد بروحه كل واحد يبي يقدم رؤيته على الاخر اكيد عشان هني الخلل هني الخلل اللي حصل في ترتيب الاولويات هني اللي انا قاعد اقول لك تجربه الكتل البرلمانيه اه كانت تجربه اعتقادي جيده كتله العمل الشعبي، كتله العمل الوطني، كتله م. الكتل الموجوده كان التنسيق اللي بينها جدا ممتاز، كان يعني يتم التفاهم ما بين الكتل، كان يتم التنسيق على قوانين، ترتيب الاولويات، كان الترتيب جماعي وهذا هذا يعني واضح في اي مكان عندما يكون هناك عمل جماعي يكون الوضع مرتب اكثر من العمل م. الفردي. فنعم أنا باعتقادي بس القانون الكتل والعمل الجماعي كان موجود أيام الصوتين كان نعم وأقل من الأربع أصوات بس ما منع وجوده وأعتقد ما يمنع وجود ما الكتل ما والعمل الجماعي في ظل ما زال ما زال أبو خالد يعني الصوت الواحد إحنا قاعد نحاول ننسق فيما بيننا كنواب إلى أبعد مدى مم. قاعد نحاول في محاولات وفي اجتهادات أن يكون واليوم يعني اليوم احنا كنا متكلم انا متكلم مع مجموعه من النواب ان نحاول نقدم عندنا قوانين في غايه الروعه تحتاج اقرارها وفي اتفاق بيننا كنواب ان ان هذه يعني خل نقضب على القوانين اللي نبي نقدمها ايه؟ وراح اردك على النقطه اللي كنت تبي تحكي عنها اللي هي الموضوع اللي كنت تدرسه سنه أي. بس خلنا نطلع فاصل لأن يطحنون عليه خمسة وعشرين دقيقة ما فصلنا <applause> يلا اطلع فاصل يبا وصالح وقفنا قبل دقيقتين على موضوع ان في جهد جماعي او جهد لتقديم قوانين نعم آه شنو هذه القوانين وهل تعتقد ممكن تشكل فارق نعم باعتقادي تشكل فارق نعم تشكل فارق وفارق فوري آه يعني فارق, فارق فوري هذا امر مفقود جدا بالكويت اي لا عندنا. فارق فوري يعني احنا نتكلم على سبيل المثال عن قانون تعيين القياديين واليوم اليوم حقيقه انا ويا مجموعه من النواب كنا قاعد نتكلم عن هذا الموضوع ونحتاج يكون في تنسيق جماعي حتى يعني يطلع من اللجنه الموجوده ويكون على جدول الاعمال ويكون يعني جاهز للاقرار في قانون اخر موجود على جدول الاعمال الان إيه؟ اللي هو قانون التعديل على المحكمه الدستوريه هذا انا تقدمت فيه مم. اللي هو الخاص في موضوع بطلان مجلس الامه اوكي وهذا مجرد إقراره راح يكون اثره فوري مم. يعني احنا الان نتكلم اشكاليه الابطال في مجلس الامه ان الطعن يكون من بعد النتائج الان البطلان اللي حصل في المجلسين 2012 آه اللي حصل شنو تم تقديم طعونات على مرسوم الدعوه دعوه الانتخابات وكان هذا المجلس المبطل الثاني المجلس المبطل الاول كان على آه مرسوم حل مجلس الامه مم. والمحكمة الدستورية كل فكرة القانون ان المحكمة الدستورية تصدر حكمها قبل قبل يوم الانتخاب يعني تقول ان مرسوم الدعوة صحيح مرسوم دعوة مم. الانتخابات ومرسوم ومن اللي يطلب ولا هي تنظم؟ لا لا لا, لا يخو انت الآن طعن الان اللي حاصل شنو؟ مم. الان عقب ما تظهر النتائج وكل هذا يتم الطعن على مرسوم حل مجلس الامه. فانت تبي بعد النتائج ماكو طعن. بالضبط، انا اتكلم ان كان هناك انت ترى ان مرسوم بس في طعن ممكن يكون على ارقام، طعن على هذا طعن. طعن. ما في مشكله هذا قائم ما في مشكله ولكن اه. لا يبطل مجلس الامه كامل. ممكن تبطل عضوية تبطل عضوية وتصير انتخابات نعم. تكميلية بناء على عضوية ولكن ما هو على مجلس كامل هذا أثر فوري وموجود على جدول الأعمال ولكن الآن نحتاج عليه يعني تنسيق معين وإن شاء الله يكون أثر فوري إنزين كنا سولفنا عن المحكمة الدستورية من ساعة وانت تسولف تقول في موضوع كنت قاعد أدرسه سنة كاملة نعم. إذا تخميني في محلة اعتقد على المادة عشر من اللائحة صحيح. موضوع اللائحة يمكن من الموضوعات اللي اصابك منها ضرر وشرر في لا. البداية وبعدين انقلبت الامور لا. لصالحك. لا. الكلام عن تراجع شعبيتك، تدهورها، في ناس فسروا موقفك من التصويت على عضوية الاخ وليد الطبطبائي والاخ جمال الحربش، انت رفضت مبدا التصويت. لا. في في ناس قالوا ان هذا هروب لا من يوسف الفضاله ما يبي نعم يصوت ولقى مهرب ذكي نعم ايش رايك في هالكلام و نعم خلينا خلينا لك ابو خالد من بدايه القصه وشلون ايه وشلون اخذ معي الوقت هذا كله من قبل لا يصدر حكم الاستئناف من قبل لا يصدر حكم الاستئناف مم <applause> في قضيه الدكتور وليد والدكتور جمعان حربش تنبهت انا وكنت قاعد ادرس موضوع اللائحه الداخليه هم. وكان حقيقه دراستي لان كان عندي ايمان كامل انه احنا نعاني في مشكله حقيقيه داخل المجلس بموضوع اللائحه الداخليه قاعد تعيق عملنا من ناحيه القوانين قاعد تعيق عملنا من ناحيه يعني ادواتنا الموجوده وبالتالي انا عندي ايمان كامل انه يجب ان يكون هناك تجديد في اللائحه الداخليه. م. فمن ضمن الدراسه بهذا الموضوع وان التجديد اطلعت على الماده 16. وتنبهت لها مبكرا. وتنبهت يعني. لها شهر 12/2017. امم. أه وعندي دراسات من ذاك التاريخ يعني. أه على الماده 16 وتوقعاتك. اي نعم، إن إذا صدر الحكم عليهم نعم شنو الآلية نعم اللي ممكن تصير؟ أه ومن شهر 12 الماضي وانا يعني اتصلت مع تواصلت مع مجموعات كبيرة، مع نواب سابقين، مع مستشارين، مع يعني حتى نواب حاليين و و واستشفيت ان هناك حرج هناك حرج اصلا من أن ما ممكن تعديل هذه الماده في الوقت الحالي لانه ممكن انه يفهم ان هذا التعديل يستهدف يستهدفهم, يستهدفهم. ولكن اللي حاصل انه الماده غير دستوريه انزين انت مؤمن من قبل سنه نعم. إن إن هذه إن الماده غير هذه الماده دستورية. غير دستوريه وانا يعني هذا الكلام اصلا ما هو بس كلامي أي. احنا الان لييت انا وهذا اللي حصل معاي ليت ابقيس ليت ابقيس هل هذه الماده طبقناها في شنو؟ شفنا في حاله سابقه واحده كانت موجوده اللي هي كانت آه آه مع الاخ خلف دميثير, خلف دميثير وكان يعني هناك اراء اخوان آه واضحه يعني العم احمد سعدون كان كلامه واضح في هذا الموضوع <applause> وعنده فيديو مسجل والاخ و... و... عادل الصرعاوي كان عنده راي واضح فأنت وجود السابقه فوجود السابقه اهتمامك غير اهتمامي باللائحه و اه 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 اجتهادي في هذا الموضوع اه وصلت حق هذه القناعه انت مو دارس قانون لا انا ما يدرس قانون بس, بس انا لاحظت الجلد. يعني تجارة. يمكن بعد ما طلع حكم الدستوريه كان رايك هو الاقرب انا اطلعت لك على ب... آه كلام قلته في ندوه بجمعيه المحامين اذا نعم يعني غلطان آه وفوجئت ان كلامك كان الاقرب الى حكم آه المحكمه الدستوريه بخصوص الماده رغم انك مو قانوني هو مو بس الاقرب العفو خالد والكلام اللي انا قلته قالته المحكمه <applause> الكلام اللي انا قلته تقريبا قالته مو تقريبا ابو خالد الكلام اللي انا قلته, قلته قالته المحكمه فانا يعني وانت مو محامي وانا ماني محامي وفي ولا معك زملاء محامين نواب اي نعم كانت ارائهم مختلفة تماما نعم يبقى, يبقى مرجعيتهم شنو هي؟ كانت يبقى كل دستورية ولا ما يعني ولا ما شخصي ولا عموما هو 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 كان اجتهادهم ولكن انا باعتقادي الاجتهاد اللي حصل ما كان بمحله وهذا يجب ان ننبه عليه ابو خالد انا اليوم كلامي ما اعتقد ان انا اللي ربحت مو يوسف انا م. يعني انا مستعد لي يعني ايمانا بقناعاتي ان اقف وحيدا. طول ما انا قاعد اكرس هذا الدستور واحافظ عليه مستعد ان اقف وحيدا وفعلا وقفت وحيدا وتكلمت. إيه في هذا الموقف كنت يعني مستعد إيه؟ ومستعد اخذ ولكن عندي قناعتي الشخصيه ان انا الموقف هذا اللي اتخذته سليم انا مستعد ادفع الثمن فيه. والحمد لله ان قرار المحكمه الدستوريه يصف كلامي بالضبط. القياس الحقيقي وهذا اللي اللي احنا لازم نقوله يعني ونحاول ان نوضحه اليوم بهذه القضيه مو كلام يوسف انه او يوسف هو اللي ربح مو هذه القصه مع الاسف اللي خسر الدستور هو اللي خسر لان بهذه القضيه بهذه القضيه الاصطفاف السياسي هو اللي كان غالب وليس المعيار الدستوري هو الغالب يعني انت تتكلم حتى في قناعات النواب في في يوم من الايام ان ان كان هناك شخص مواقف سياسيه مختلفه لا تجوز اسقاط عضويته اختلف هذا الشخص اذا تختلف قناعاتنا ونفس الشيء التصويت الحكومي يعني في في ذيك القضيه كان هناك نحافظ على العضويه اليوم لا نسقط العضويه هذا هذا التصنيف ومتى ما استسلمنا لضغط الناس بأن يدخلونا بهذا الاصطفاف احنا خسرانين والدستور هو الخسران وبالتالي احنا يعني اللي انا دائما اقوله لا يمكن ان نحتكم الى معايير تختلف مع اختلاف الزمن هذا الدستور ثابت وموادها ثابته فهي أخابته. المشكله اختلاف الزمن يغير المعايير واختلاف الاشخاص المعنيين بالتأكيد. بالقضيه المطروحه يغير بالتأكيد. المعايير بالتاكيد وهذه احيانا نلمسها يك مره يمدحون المحاكم مره يعني ينتقدون احكامها مره مثل هذا الموقف اي في ناس يمكن كانوا ضد استمراريه عضويه خلف دميثير وبعدين اختلفت يمكن المواقف والتصويت انت في هذا ما كان لك نيه تصوت ابدا لا لا لا, لا. كنت لا 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 عاقد العزم عاقد والنية العزم والنيه إن لا تصويت اي و... و... واعرف اني كنت راح اكون يعني بروحي كمتحدث بهذا الموضوع أه ولكن يعني تستعين بمستشارين في هذه الامور قلت لي رجعت لمستشارين كثار مستشارينك كوافدين ولا كويتيين <applause> لا مجموعه من الكل اه والله إيه. متنوعه متنوعه يعني آه عندي في هذا الراي كان اصدقاء آه آه اصدقائي يعني واتجهوا معي بهذا الاتجاه وراويتهم بال آه بالاراء الموجوده عندي وايضا كان يعني ايضا في مستشار عندنا في كم مستشار عندنا بالمجلس يعني كان لهم اراء مطابقه لرايي هذا وقالوا لي هذا الراي السليم. يبدو اراء المستشارين في المجلس مو دائما إيه اللي لا تكون الراجحه <applause> <applause> آه قبل ما نغادر يعني ما زلنا شويه في اجواء عندنا آه فيديو او او اتصال هاتفي سجلنا مع الاخ الاعلامي عبد الوهاب العيسى آه الاتصال طبعا مو مباشر لانه أيوة. الان في الطياره فسجلنا وياه قبل بيوم أيوة آه خلنا نسمع كلام عبد الوهاب العيسى عن النواب الشباب والرؤيه لهم بداية أنا أمسي عليك أبو خالد وأمسي على ضيفك الكريم وأشكركم على طرح هذا الموضوع المهم تقييمي لأداء النواب الشباب هو بكل تأكيد أقل من الطموح وأقل من التوقعات لكن بوجهة نظري أن هذا أمر طبيعي وهذا أمر ما يحزنني خاصة وأن التجربة الشبابية ما زالت تجربة جديدة هذا أول مجلس فعلي للصوت الواحد فمن الطبيعي يكون النتائج أقل من التوقعات وقل من الطموح لكن ما زال املنا كبير في شباب الكويت ويعني متفائلين فيهم ونتوقع ان شاء الله الافضل في المراحل القادمه، احنا كنا متوقعين اداء افضل لكن نقول الله يعطيهم العافيه على اللي قدموه ومتفائلين ان شاء الله في المرحله المقبله بكل تاكيد الخبره تراكميه راح تكون تجربة جديدة ما نبي نفقد الامل ولا نبي نفقد الثقة فيهم لازم نظل ندعمهم واللي انا اتمنى اني اشوفه بين النواب الشباب في المرحلة القادمة يعني باجي على مجلسهم سنتين شوية تنسيق يعني اثناء حملاتهم الانتخابية كل من طرح الشعارات الشبابية واستخدم الشباب كشعار لبرنامجه الانتخابي لكن على ارض الواقع ما في احد منهم أه انسق مع الثاني لترجمه مجموعه اولويات تخص الشباب وتدعم مشاريعهم. فاتمنى ان انا في المرحله القادمه علشان نعوض اللي, ما صار في السنتين اللي طافوا ونلحق عليهم في السنتين اللي جايين ان يكون في كتله شبابيه تنسق فيما بينهم لطرح اولويات معينه. نائب واحد ما يقدر يسوي شيء، على الاقل ثلاث اربع نواب لازم يضغطون بهذا الاتجاه علشان علشان يقدرون يحققون بعض من وعودهم اللي وعدوها الشباب في الانتخابات سمعنا كلام عبد الوهاب العيسى وما نعم. كان بعيد عن كلام اخونا عبد عبد الله المضف اه يركزون على اهميه العمل الجماعي. نعم. حكينا بهالقصه. ايش تتوقع جلسة ثمانية يناير هل راح يصير جدل جديد بعد حكم المحكمة الدستورية على المادة 16 من اللائحة الداخلية للمجلس؟ جدل أنا بأعتقادي أكيد بيكون في جدل يعني هذا شيء طبيعي آه لأن آه اللي حاصل اللي حاصل بخالد في مجموعة من النواب غير متقبله الحكم الحكم والنتيجه اللي وصل لها الحكم والحكم يعني عشان يكون واضحين قال بصريح العباره العضويه سقطت بقوه الدستور والدستور فوق الجميع ما احنا ما الان ما نتكلم ان العضويه هذه ساقطه ولا مو ساقطه الان الجدل اللي قاعد يثار انه يكون في تصويت اخر اي تصويت اذا سقطت وانتهت خلاص الان من المفترض وهذا الكلام اللي أنا قلته بالجلسة الجلسة مع تسقاط العضوية علينا الارتكاز على المادة 84 من الدستور والمادة 18 من اللائحة الداخلية أن يعلن شغور المقعد فورا يعني الآلية اللي انت تشوفها خلاص هي الآلية التعامل مع الامر وكان يعني مو كانه هو بالفعل المحكمه قالت سقطت العضويه سقطت بالتالي مطلوب من المجلس يعلن سقوط العضوية, فقط, لا, فقط غير لا غير, بدون تصويت ما بدون في طيب اذا, إذا قالوا بنصوت ما في تصويت مو ما قالوا بنصوت وقالوا التصويت مو صحيح مو يقول لك المجلس سيد ما قراراته ما, ما يصير عارف. عارف. ما يصير في 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 اليات احنا لازم نتعاطاها بشكل سليم. في ف... في دستور مقسمين عليه نحترمه. في محكمه دستوريه اصدرت حكم. يعني زين بعدين يعني وين بنروح؟ ما انا هذا اللي قاعد اسال هل ف... راح يقرون بالامر الواقع م ويعلن شغور المقعد؟ ما في او المقعدين؟ م و... كيف لا يقر بالامر الواقع؟ يعني مو شغلي يقر بالامر الواقع ولا ما يقر؟ بس انت ما عندك يعني ما ما عندك معلومه عن اليه عمل الجلسه في ذلك كلمة. لا لا انا للحين ما اعلن لا, لا, لا انا ما انا ما يعني انا ما اتكلم انه والله وصلتني معلومه ولا وصلتني معلومه انا اتكلم عن الاجراء السليم المتبع اللي م. لازم يكون بجلسه 8 يناير يقوم الرئيس بتلاوه نص الحكم ويقوم باعلان شغور المقعد ويطق المطرقه وانتهى الموضوع. الموضوع وعلى فكره هو اعتقد من صميم عمل المحكمه الدستوريه النظر نعم. في القوانين اي نعم على حسب والنظر في على حسب قانون العضويه لا على حسب قانون انشاء المحكمه الدستوريه يعني من ضمنها هذه الخطابات فهي اللي اللي دخلت نعم. فيه من صميم نعم. عملها نعم. بالتالي ورانا انتخابات تكميلية أيه قبل ما نحكي فيها خل نطلع فاصل صغير وذبحونا فواصل بس يلا توكل على الله وقفنا عند ان احنا ورانا انتخابات تكميلية اذا. نعم. نعم. تعتقد متى هتكون؟ يعني على لو فرضنا الان في تاريخ 8 يناير تم اعلان خلو المقعد بعدها يمكن باسبوع كاجتماع مجلس وزراء يدعون يعني ممكن احنا نتكلم 23 2 ممكن 23 2 ممكن فبراير والله وقت جميل اي وحلو اي اي انزين تعتقد راح تولع طائفيا مثل اخر تكميليه؟ تذكر اخر تكميليه صار فيها أسكنها. حرب قذره جدا نعم و... نعم نعم طريقه الطرح اللي بس هو عموماً أبو خالد يعني ما أقدر أتنبأ بالقضايا اللي ممكن تطرح يعتمد على كل كل مرشح شنو ممكن يقوله وممكن يطرحه أه بالتأكيد ما هي ما هي ما هي من القضايا المطلوبة أن يتم طرح بهذا الشكل أه أنت منه يعني عسى الله يوفق من هو الأصلح لخدمة هذا البلد راح تصوت التكميلية أكيد. تصوت حق شاب ولا شابه ولا خل نعرف من, ها؟ من اللي نازل ها خل اعرف من نازل ما بالك احد لا والله ما ببالي انت بالدائره الا عارف يعني ما اقدر اقول ما, ايه ما, ما اقدر اقول لك وانا ما اعرف من انت تدرس الماده 16 من سنه اي هذه ما بس ما ادري على المرشحين <applause> اللي معزمين منو يعتمد على المعزم معزم منو ان شاء ايه الله يبين ان شاء الله اه تستخدم السوشيال ميديا صح كنائب هل نعم. استخدمتها صح كمرشح و و وبالمرضى هل تعتقد أنها راح تكون أداة قذرة في الانتخابات التكميلية؟ نعم أه عموماً بو خالد ميديا حقيقة أه هي أداة خدمة ويعني خدمتنا بشكل كبير م. وممكن تستخدم أيضا كأداة أه بشكل غير سليم يعني من خلال طعن طعن في المرشحين في استخدامها استخدام السيء اللي إحنا يعني نشوفه م. من خلال السوشيال ميديا هذه الأيام نشوفه يعني حتى في أيام الانتخابات شفنا أه ولكن تتكلم إن السوشيال ميديا تخدمنا إيه تخدمنا تخدمنا م. بشكل كبير توفر علينا أه تكاليف توفر علينا تكاليف وبعدين أه أنت اليوم عندك رسالة وهذا فعلًا أنا استخدمته أه من خلال حملتي الانتخابيه م. تقريبا بين فتره وفتره اطلع رساله مدتها تتكلم ما بين دقيقه ونص الى دقيقتين وكانت تنتشر وكانت تعبر وترجم الرؤى اللي انا كنت اتكلم فيها وترجم بعض الاراء وبعض القضايا اللي انا مهتم فيها نعم تخدمنا وطبعا هي ما ما تتكلم احنا بس كمرشحين ولا حتى كاعضاء يعني حتى نعم اليوم حتى كاعضاء احنا اليوم في مواقف معينه نطلع نتكلم فيها بتويتر نعبر عنها وننقل مؤتمراتنا الصحفيه نحطها ونفس الشيء في هدفكم الناخبين يشوفون جهودكم بالتأكيد يتابعون وياكم ويعني و... انا اكلمك على يعني مو الكل يتابع شيء معين يعني م. حتى احنا اليوم بخالد البرنامج برنامجك اليوم 10 إلى 10 بالتأكيد عدد المتابعين لو انت تحط اعلانك فقط في الجريده ما راح يكون نفس عدد المتابعين لو قاعد نفس ما حاصل الان قاعد ينحط بتويتر وقاعد ينحط بانستغرام وقاعد ينحط باكونتك الشخصي، عدد المتابعين قاعد يزيدون. فبالتالي لكل اداه لها مجموعه من المتابعين. أه نحرص انا حقيقه احرص جدا أن احاول اني اتواصل مع كل كل المتابعين لكل اداه، فيعني في تلقى الفتره الاخيره استحدثت ان اشغل عندي اللايف بالانستغرام واتكلم يعني اتكلم كل اسبوع كل اسبوع وترك اتكلم عن القوانين الجديده اللي طرحتها تطلع لك ت... تعليقات غير لائقه لما تفتح اللايف؟ الحمد لله لما الحين لا اه لما الحين لا لان في ناس يعني ماني عارف شو موضوعها يعني على طول في ناس يعني وقذف ومفردات شوي يعني انا اعتقد كل شخص كل شخص يعبر عن بيئته وكل شخص يعبر إيه؟ عن يعني مكنونه ف... ترفع قضايا على اللي يهاجمونك بالسوشيال ميديا لا او شيء يعني من دخلت انا ما رفعت ولا قضيه الى الان ما يعني بس تعرضت للاساءات تعرضت 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 لانتقادات تعرضت لابعد من الانتقادات يعني أه ولكن الحمد لله طول ما الموضوع يكون الاختلاف مم. على على راي معين في قضيه على هذا ماني ولكن الحمد لله أن كل الانتقادات ما يعني انتقاد أه على ذمتي الماليه ما مم. ما تم طعن لو تم طعن على ذمتي الماليه فعلا راح افكر اني ارفع انا هذا شيء ما اقبله أيه. ولكن كل الانتقادات اللي جتني من اقصاها يعني والى اكثرها تطرفا ما رفعت فيها قضيه متقبلها بصدر, بصدر رحب عامة حاليا بصدر ملعزل ملعزل ان انا اليوم في وضع رايي ممكن ما يعجب الكل ينتقدني في ناس انا بعد ما اقدر احكمها تروحها بعد من النقد الى الشتم ما نقضي كيف؟ وانا ما كيف ما 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 ارفع قضايا، الحمد لله م. الى الان ما رفعت ولا قضيه. موقفك من التجنيس ممكن يكون من اسباب تعرضك لبعض الحملات في السوشيال ميديا؟ لا ما هو بس اعتقد موقف هذا يعني مثل نفسي تكلمنا عن موضوع موضوع الماده 16 تصويتي اني ما صوتت ها أه؟ فتح عليك آه، اي يعني كان علي نقد كبير كان علي تجريح كبير آه، مواقف ايضا في قضايا سابقه آه، في مواجهات سابقه يعني مع افراد بالحكومه مع آه، وزراء يعني تعرض تعرض فيه يعني الموضوع لا هو مقصور على قضيه معينه ولا هو مقصور على توجه معين تختلف من توجه الى توجه من قضيه الى قضيه يكون النقد فيها مفتوح على الاخر سالفه التجنيس ليش فجاه يعني في بعض النواب تشعر ان ما عندهم سالفه غير موضوع التجنيس، مع ان عندنا اولويات كثيره في البلد، يعني ازمه تعليم، ازمه بطاله، ازمه احاديه الدخل وانخفاض اسعار النفط، ازمه التركيبه السكانيه. أه شنو موضوع الجنسيه اللي نط يرجع هذا يعني فجاه وكانه لزام على الدوله ان تجنس سنويا الالاف. نعم. أه هو باعتقادي ابو خالد احنا نتكلم بموضوع التجنيس تحديدا يعني توهم كانوا يحكون عن قائمه وما قائمه ومراجع عليا وقفتها مم ومش عارف ايش وانا اعتقد ان الموضوع كله مم يعني هلا ما ما قضبنا منه حق اه ولا باطل اه انا يعني خلني خلني اه افصل فيه اه طبعا هو قانون في قانون يصدر اه في كل دور انعقاد اه

بهالفترة اللي فاتت بحكم صلاحية القانون، الان يعني <applause> القانون ما له اي صلاحية، ولكن انت اللي يعني وهذا الواحد يقدر يشير له انه لما تكلم نفس ما تفضلت انه ليش كل يعني في بعض النواب يطرح موضوع التجنيس بين فترة وفترة، هذه الإشكالية اللي احنا من السؤال الأول كنا قاعد نتكلم عليها، أن كل نائب يقدم رؤياه وما تقدر تحكم كل نائب أنه يتكلم في القضية اللي هو أصلا خاطب جمهوره فيها. وخاطب وطرح برنامجه وطرح رؤياه بهذا الشكل، وبالتالي انت ما تقدر تحكمه ان انت لا تتكلم هذه وان هذه الاولويه لا مو وقتها، وهذه الاشكاليه اللي تردنا ايضا على سلبيه من سلبيات قانون الانتخاب الحالي انه يعزز م. الفرديه، وبالتالي كل فرد كان صوت واحد بضبط. ولا تركيبه بضبط. الدوائر؟ بضبط. لا لا كأنه صوت واحد، لأنه م. صوت واحد اشكاليه ان بعض النواب لازم يحاكي الشريحه الموجوده عنده وبالتالي الشريحه اللي موجوده عندك بتصوت لك كويتيين ولا ناس ناطرين التجنيس لا ما له علاقه يعني اه؟ لا ما له علاقه هم في اقارب ايه؟ في اقارب في اقارب موجودين في في يعني انت شنو شبكه اجتماعيه موجوده يعني؟ شنو رايك الشخصي في التجنيس مع التوسع في التجنيس ولا مع غلق هذا الباب تماما انا انا ولا يعني شوف ابو خالد نتكلم بشكل إن كان هناك قيمة مضافة حقيقية للشخص الذي يجنس فأهلا وسهلا آه هذا البلد إحنا ما طلعنا من كويتيين آه إحنا كل هذا البلد قائم على هجرات هذا صحيح. البلد قائم على هجرات من آه أماكن مختلفة وكل من أتى أتى واجتهد مم. وعمل وأثبت آه يعني آه قيمة آه عمله وبالتالي أنا ما عندي الإشكالية ولكن مع الاسف التجارب السابقه ما كانت جيده يعني انا اتكلمك او أذكرك ها أه اللي حصل في فتره ماضيه وتم تسميتها لجنه الثامر وبعض الاختلالات والاشكاليات ف يعني انا اعتقد هناك بعض القضايا اللي لازم نركز عليها ونحتاج نركز عليها كمجموعه من النواب اما مو من ضمنها التجنيس لا لا باعتقادي في اولويات اخرى أهل من هذا الموضوع مو لأنك عنصري <applause> لا ما له <للشغل. تصفيق> هذه عنصرية بخالد. بخالد. لا لا, <applause> لا, لا. يعني خلي. لا. أنا أنا قاعد إيه؟ أنقل ما يقال يعني يمكن أحيانا أنت تدفع ثمن شيء ما لك علاقة فيه يمكن بسبب وجود اللجنة نعم. والد الله يحفظه فيها يمكن بس أنت بشكل عام يعني اقرارك ان احنا مجتمع مهاجر والكل جايين مهاجرين ما حد طلع كويتي من خلينا نتكلم ابو خالد بصراحه أه هناك مجموعه من المصطلحات مم. يعني اسهل شيء اذا ابي اتهمك فيها اطلقها مم. انت عنصري انت طائفي انت مم. طبقي انت ومو ما هو على دليل ها أه؟ يعني وهذا اللي انا اكلمك انت انطباع وثبته بالضبط هو هو يعني ما هو لاقي الحجه عليك يعني عطني أيه؟ انا من خطاباتي او او كلماتي اللي تكلمت فيها يعني او عملي اللي تقدمت فيه ان انا متجه أه باتجاه هذا مم. ما تلقى ولكن أه يعني يبي يتهمك باي شيء في انطباع يا ابو بالتاكيد عنك. بالتاكيد خوش كلام نطلع فاصل ما Digikti yaz digikti Nutlar fas ابو صالح سمعت ان انت يعني تردد من وقت لوقت كلمه يلا الثبات ايش تقصد أه... يعني, يعني ما ما ابي توسع فيها بس كلمه يلا الثبات الواحد لا انا اعرف الواحد... نعم حاولوا يضبطونك <applause> <تضلع> لا لا, لا. شلون اجواء التضبيط؟ اكو مو. اكو زملاء مو مو بهذا الشكل مو بهذا اكو زملاء الشكل. لك تضبطوا ما ما اقدر ادش ادش بهذا الاتجاه ما اقدر <applause> حاولوا يضبطونك لا خلى خل على خل 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 عندي معلومه انا لا 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 خل استرسل خل استرسل زين يلا طبعا كلمه يلا الثبات لما لما اقولها نعم اعنيها أه انا اتكلم أه طبيعه عملنا طبيعه عملنا في هذه المؤسسه أه تخضع لضغوطات كثيره ضغوطات أه اعلاميه، ضغوطات اجتماعيه، ضغوطات انتخابيه أه ضغوطات مصالح جميع انواع الضغوطات أه ابو خالد وانتم اكيد كاعلاميين تقيسونها يعني أه وبالتالي هناك مواقف معينة أعتقد إن أنا الحمد لله أه يعني في مواقف جلست فيها وحيداً أه في مواجهات كنت فيها وحيداً أه والحمد لله ورب لك الحمد ويا الله الثبات أه ما هزني إني إني أكون وحيد في هذا الموضوع أه موقف الأخير اللي حصل وقضية يعني تتكلم فيها قضية كانت حديث الكويت كلها موضوع اسقاط العضوية مو اسقاط العضوية اسقاط العضوية ما أنا أقول لك فيها كانت كان وضعك على المحك يعني نعم يعني بس كعب الدستوري طلع آلي بس إيه الحكم يعني الحمد لله فنعم لما أقول يلا الثبات أنا يعني ما أقول إنه يلا الثبات إنه ما 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 نهتز أمامها جميعا ما الضغوط الضغوط ما هي بسيطه جميعها فدائما اسال الله الثبات وعسى الله يثبتنا ان شاء الله كلنا ان شاء الله الله يثبتنا وشيء إن جميل انك تستعين بالله دائما وتطلب يحب. الثبات على مواقفك الله يحبك والثبات على على بس انت ما تبيت اي اه ما تبيت باريس أه. سالفه اللي حاولوا يضبطونك او شيء أو ما أه؟ ما <applause> ما طاف طاف ما عندي علم اللي تقوله انزين و... الكويت بلد يعاني من احاديه الدخل من سنين طويله نعم <applause> ومن كنا يحال واحنا نسمع النفط ثروه ناضبه البحث عن ما ادري شنو كلام مثل جامعه الإشدادية يمكن صار لها 35 سنه نسمع عنها وما شفناها آه التنويع مصادر الدخل آه هم صار لنا يمكن 35 سنة نسمع وما شفناها نعم. نسمع عن خسائر استثمارات خارجية نسمع عن انخفاض أسعار نفط نسمع عن بوق وسرقات الآن أمامنا موضوع رؤية الكويت 2035 قبل ما ندش فيها بس أنا في شغله ودي اسالك هم يعني انت حيرني تصنيفك وحيرتني هم رؤيتك للحكومه. مره قلت ان رئيس مجلس الامه الاخ مرزوق الغانم ياخذ دور الحكومه. ومره قلت ان نائب النائب الاول لرئيس الوزراء وزير الدفاع الله يتمم عليه الصحه والعافيه ويتم شفاه. نعم. شيخ ناصر صباح الاحمد هو الرئيس الفعلي نعم. للحكومه نعم. طيب هو رئيس الحكومه؟ شو السالفه؟ هذا ولا هذا ولا سمو الشيخ جابر المبارك نعم ش ش ش شنو نظرتك في هذا الموضوع وبعدين نرجع له نعم ما اعتقد اصلا هو السؤالين مكملين لبعض أه صحيح الاساس بو خالد في التعامل تعاملنا مع مع الطرف المقابل الحكومي هو آلي يعني الاليه الموضوعه في الدستور والجديه في تطبيق برنامج العمل اللي يتكلمون عليه. برنامج عمل الحكومه اللي برنامج الحكومه في اي نعم الحكوم فعندما في يعني, يعني ونقول لما نشوف الحين لما نشوف طريقه تعاطي الحكومه ما بينها وبين بعض ما بينها وبين بعض كوزراء يعني اللي كان ماسك الملف ملف التنميه كانت أه الله يمسيها بالخير هند الصبيح ولكن مجتزأ منه اللي هو مشروع أه الحرير وتطوير الجزر الى أه شيخ أه ناصر صباح الاحمد انزين هذا الانطباع اللي ولده لي انا كنائب قاعد اراقب هذا الموضوع م. هل هذا فعلا هناك جديه بهذا الموضوع ما ادري انا يعني اول شيء انت فاهم شنو الكويت 2035 انا عن نفسي ما استحي انا مو فاهم اي سمعت كلام وايد كلام جميل شفت مقابله الشيخ ناصر الصباح مع احدى القنوات الصينيه لكن ما استحي اقول ما زلت ماني فاهم شنو الفرق بين الجزر وربط الجزر مع 2005 ما ادري يعني بالتاكيد في تقصير أي. اعلامي في توضيح الصورة بس أنا عن نفسي ما ما أدري أنا أسألك مصالح أنت فاهم الأمر شو خليني أقول لك وهذا أبو خالد اللي أنا الآن ناوي أستكمل فيه آه الإشكالية الحقيقية ليست بالأسامي الخطط يعني مو أسامي يعني هي 2035 آه كان جزء منها وجزء منها ما زالها خطط تنمية ومشاريع موجودة في 2035 آه أصلا كانت مقررة ميزانياتها من من مجال السابقة اه احنا الكلام اللي قاعد نتكلم وهذا اللي انا طرحته في الجلسه لما جينا عقبنا على برنامج عمل الحكومه ولما جينا عقبنا على اه اه خطه التنميه احنا اليوم لازم نخاطب الواقعيه الموجوده عندنا هل احنا قاعد نتعامل مع هذه المشاريع بواقعيه يعني انا اليوم وحقيقه يعني اه في كثير كثير من الاشخاص علقوا على هذه الخطه ولكن في تعليق كان جميل طرح احد الاخوه ان انت اليوم عندك رؤيه والرؤيه هذه يجب ان تحط لها هدف والهدف يجب ان يكون فيه استراتيجيه انزين انت اليوم لا رؤيتك ولا اهدافك ولا استراتيجياتك قاعد تمثل الواقع اللي انت اليوم موجود فيه يعني انا اليوم لو كنت ابي احقق شيء الم... يعني بالقريب ما ابي اقول لك 35 قريب بس القدرات الموجودة عندي ما هي قادرة تمكنني إنزين هل من المعقول ولا المقبول أن أنا أطرح رؤى أكثر بعد زمني من هذا الموضوع إحنا اليوم قاعد نتكلم هذا يعني شخصيا أنا حصل معي في أول أيام دخول الشيخ ناصر صباح الأحمد واستلام موضوع الجزر من بعد جلسة القسم الخاصة فيهم يمكن شهر شهرين أي. سالت عن حريته شخصيا قلت له ابو عبد الله مشروع الجزر ما يعني متى يوصل لنا رؤيتك فيها ك ك يعني كدوكيمنت موجود نعم. قال ان شاء الله بيوصلكم في شو في بدايه رمضان اللي فات مشروع الجزر. مشروع الجزر ولكن مع اللي هو غير ال 2035؟ اي اي يعني انا اكلمك خاص بالجزر يعني بالجزر خاص بالجزر okay. اوكي اه اللي حصل يعني وعسى الله يشافي وعافي ويمده بالصحه والعافيه امين يعني. انه طاح مريض و واضطر واضطر انه يسافر ويستكمل علاجه ولكن على سبيل المثال هذا الموضوع ما شفنا فيه شيء الى الان ما شفنا شيء يانا يعني نقدر نقراه ونعلق عليه و و و ونحط ملاحظاتنا عليه قيس عليه قضايا كثيره ابو خالد قضايا موجوده مطروحه الان مطروحه مشاريع موجوده في مشاريع اصلا معطله ميزانياتها وفي مشاريع مصروفه ميزانياتها ومرصوده ما قاعد تنصرف فالكل كل الفكره الاساسيه اللي احتاج اوصلها انت اليوم ما ممكن تضع رؤيه ما تواكب الواقع اللي انت قادر تطبق فيه هذه الرؤيه. يعني انت انت تشوف الرؤيه غير واقعيه؟ انا انا ما اشوف ما ما تحاكم على الواقع الموجود. يوصل انك تصف السالفه بانها مسرحيه جميله. كنك مره وصفت ال أه بانها مسرحيه جميله. يعني هو هو الكلام كله ابو خالد بغض النظر عن اي مسمى نقدر نسميه مسرحيه او غير مسرحيه نحتاج رؤية واقعية أه نقدر نطبقها وان كانت بسيطة. انا قابل انا قابل ان نقلل مستوى طموحاتنا لحد معين ولكن نقدر نحققها على حسب امكانياتنا. ويعني ومن بعد ما نحققه نروح نطمح الى ما هو ابعد وما هو عيب جميع أه جميع الدول تحط تحط اهدافها وتحط استراتيجياتها وتحط رؤاها بالقدر اللي هي قادرة تحققه. ولكن احنا نروح الى ابعد من ذلك ونقول تعالوا يبا احنا هذه رؤيتنا ونبي هذا ما 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 ممكن تحقيقه ما ممكن تحقيقه خلينا نتفق على واقعيتنا وحقيقه انا اشكر الاخوه كل الاخوه اللي انا باعتقادي حالمين بوضع هذه الرؤيه كل الاشخاص اللي عملوا عليها واجتهدوا فيها ولكن انا ما اعتقد في واقعيه في هذا الموضوع. في اطار عدم وجود واقعيه في المشروع أه نطلع فاصل صغير اظن الاخير الاخير شباب الاخير وبعدها نرد نستكمل حوارنا. م. وصالح وصلنا الى ان رؤيتك بان رؤيه 2035 غير واقعيه وانت مم. مستعد نقلل طموحاتنا الى مم. الحد الـ الـ يعني المقبول. الممكن المقبول انزين آه معنا 2035 ترى ما هي بعيده ها مم. ترى كلها 15 16 سنه نوصلها عشان كذي التحدي انه غير واقعي هم هذا غير واقعي مم. 15 سنه مم. 16 سنه آه عندنا مشكلة أحادية الدخل والكلام اللي طلع أن الاستثمار ممكن يوصل إلى 600 مليار دولار ما زلت تقول غير واقعي الإشكالية الإشكالية مو هنا أبو خالد اه إشكالية موضوع أن إحنا أحادي الدخل ما أصلاً قاعد يتعامل وياه بجدية يعني ولا قاعد نشوف آه أن هناك م. فعلا فعلا فكر حقيقي لتغيير هذا النهج يعني حتى م. أنت لو طلعت آه اذا يعني شفت وقريت آه موضوع آه خطه 35 2035 آه الكلام اللي ما زال موجود فيها يؤكد م. ان احنا راح نكون بلد نفطي ما زال موجود يعني. اه انا آه من ضمن المشاريع من ضمن المشاريع التنمويه واللي تحقق مصدر دخل اخر اللي هو آه موضوع محطه آه محطه الزور. ما هي محطه الزور شلون محطه <applause> فانت ما زلت فانت ما زلت في محور النفط وحتى حتى من. البديل غير واقعي. الاستثمارات الخارجيه تتابع ملفها. بس ال الاستثمار الخارجي ابو خالد ما راح يكون مصدر دخل. يفترض انه يكون يعني في تجربه اعتقد الصندوق البلجيكي او شيء يعني في،, في تجارب الدول اللي عندها فائض كبير اذا تحصل الاستثمار وما تلقى 500 مليون في دبي محجوزه و294 هني خسرانينها يعني هالفلوس وين قاعده تروح؟ مو مطلوب منا ندقق على هذه المبالغ؟ بالتاكيد بالتاكيد هذه في متابعه وفي يعني سواء مني او من الزملاء البقيه اللي يعني ملف المال العام مهتمين فيه ونتابع فيه ولكن انا اتكلم من واقع الرؤيه من واقع الرؤيه من الكلام اللي احنا قاعد نقوله ما زال اصلا شكل الاقتصاد غير سليم. شكل أيه. الاقتصاد في يعني أنت اليوم عندك أي موظف ابنك تحرص إنه يتوظف في قطاعات معينة بالدولة لأن العائد اه والراتب اللي يحصل عليه أربع خمس ست أضعاف بالضبط أيه. وهذا الشكل ما هو سليم م. هذا الشكل ما هو سليم لأنك أنت قاعد يضخم عندك اه بند الرواتب م. وبند الرواتب قاعد يأكل من دخل الدولة و... تقصد رواتب القطاع النفطي وهيئه انا اقصد أو... الرواتب الان بشكل عام أي. اقصد بند الرواتب الاشكاليه الحقيقيه باقتصادنا ابو خالد ان عندك انت بند الرواتب قاعد يتضخم بشكل كبير في المقابل احنا نحتاج ان نحول هذه القوى البشريه والروافد اللي قاعد من مخرجات التعليم الى الى القطاع الخاص والى موضوع آه الاعمال الحره ما القطاع الخاص هم قاعد يرقل يعني ماشي القطاع يعني الخاص ترى ما هو بوضع جيد يعني احنا مو هذا الخلاف الان الخلافة هم معتمد على الدوله اللي مصدرها النفط احنا مو هذا الخلاف احنا قاعد نتكلم الان عن الشكل السليم ابو خالد حق شكل الاقتصادي المفترض انه يكون فيه انت مفترض انه يكون حتى يكون شكل اقتصادي عندك للدوله سليم عدد الموظفين في القطاع الحكومي أقل من عدد الموظفين في القطاع الخاص فأنت اليوم تسعى إلى تحقيق هذه الرؤية أنت شنو تقدر تسند القطاع الخاص فيه؟ أنت شنو تقدر توفر الـ رؤية الـ 2035 ما تحقق هذا؟ متكلمين عن جانب أن هناك آآ آآ أن نسند إلى القطاع الخاص دور ولكن مو واقع مو واقعي مو أنت اليوم بخالد تتكلم البريد اليوم البريد هذه شناطر انت تخصص؟ البريد مو عارفين يتصرفوا البريد مو عارفين يتصرفوا فيه فما ادري يعني انا اتوقع من من تجارب حيه واتكلم من واقع موجود انزين خل خلصنا من هالقصه مؤخرا في مشروع يخص نقل الاصوات نعم تقدمتوا فيه صحيح آه مزعجك وجود حركه لنقل الاصوات هل في دائرتك الانتخابيه هذه الحركه ملموسه وواضحه انا كنت اعتقد انها في دائرتي أي؟ ولكن من ردود الافعال أه تبين انها تبين أنه في كل الدوائر في كل الدوائر في اشكاليه حقيقيه أه في مجموعات تنتقل من دائره الى دائره أه وانا باعتقادي هي يعني صوره من صور تحريف اراده الناخبين انت إيه. اليوم لما لما تجيب مجموعه معينه وتكون هي اللي تكون كفه مرجحه لك في الانتخابات انت قاعد تغير اراده الناخبين في م. تقسيمتهم حق اللي اختاروهم، لانك انت جايب مجموعه معتمد على صوت واحد انت ضامن نجاحك. ف وفي احد عنده قدره ينقل 2000 و3000 و4000 شخص إيه 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 شنو فائدتهم اللي ينقلهم؟ ما يعني حقيقة ما انا ما اعلم شو يعني الفايدة ولكن اكيد في فايدة. يعني هو اكيد في فايدة. يعني بيخدم 4000 انسان هذا يعني سوبر هذا. في ناس عندها قدرة. <applause> في ناس عندها قدرة. هو الواضح كذي <applause> ولا ما انتقلوا؟ أي ولا ما انتقلوا؟ فالقانون اللي تقدمنا فيه طبعا في اكثر من صيغة قدمت. في صيغة قدمت انه الانتخاب يكون موضوع مربوط مع البطاقة المدنية. زي. انت اليوم ما هو لان اللي حصل ينقل قيده دائره معينه ويرد على بطاقته على سكنه الاساسي م. اللي هو اصلا خارج الدائره. اي ويمارس حدا يعني حياته الطبيعيه ولكن تصويته في الدائره اللي طلب انه ينتقل فيها ففي شكل انه قالوا بعض الاخوان انه يربط بالبطاقه المدنيه وتم وتق... تقديمه. في تقديم انا ايضا قدمته. اللي هو ان في حال ان انت غيرت دائرتك دور عقاد كامل عفوا مو دور عقاد دوره برلمانيه كامله اللي هي يعني اربع سنوات اربع سنوات ما يحق لك تصوت في دائرتك الجديده تصوت في دائرتك القديمه يعني انا اليوم جيت غيرت عنوان سكني وطلبت نعم. نقل طلعت من السر جيت العداليه قيدي نعم أقدم وبعد أربع سنوات أفعل يفعل يفعل قيدك للجديد. زين خلالها إذا أنا انتقلت بعت بيتي وبروح الأربع سنوات أصوت صوت بمكاني القديم. الفكرة الفكرة إن إحنا ما سلبنا منك حق التصويت. م. تمام؟ أه الفكرة من يريد نقل قيده يكون في جدية بنقل القيد. ان انت فعلا انت ما نقلت قيدك الا بناء على سكنك الجديد فانت اليوم اي شخص يروح يحرض مجموعه معينه اي شخص إيه؟ يبي يروح ينقل صوته حق فائده معينه راح يفكر ألف مره قبل لا ينقل قيده ليش ما تشتغلون على نظام الدائره الواحده وتريحون روحكم من هذا أه نظام الدائره الواحده يعني في شبهه عدم الدستوريه انه وارد بالدستور والدعائر نعم الانتخابيه نعم وكان يعني في اراء كثيره فيه. يعني بهذا الموضوع أبو أه خالد هو بعد حقيقه احنا جربنا انظمه انتخابيه كثيره اي وايد جربنا وايد جربنا 25 دائره في أثنين في جربنا 5 ب 4 والان 5 ب 1 ومن قبلها 10 دوائر و 10 دوائر في في يعني أنا ما أتكلم عن إشكالية والمخرجات دائما لا لا مو لا. على قدر الطموح ما, ما نقدر نقيم ما نقدر نقيم المخرجات لأن لكل مرحلة لها لها معطياتها ولكن اللي حاصل أن في إشكاليات مع كل نظام تطلع إشكاليات دورنا نحاول نقلل هذه الإشكاليات حتى يكون النظام الانتخابي يعبر بأفضل صورة يعني عن إرادة الناخبين هذه هي الفكره الاساسيه المشكله في عدد الاصوات تعتقد إن انت له من كل الانظمه اللي على قولتك احنا جربنا 10 نعم. دوائر بخمسه اصوات اظن اي نعم والخمس دوائر أربع باربعة والخمسة بواحد وخمسة وعشرين باثنين م. وفي ناس يقترحون خمسين في واحد خمسين في واحد في أفكار ترى وايد والمطروح الآن والموجود الاقتراحات الموجودة أصلا في لجنة الداخلية والدفاع م. كثيرة كثيرة بس ما حد حرك هالملف هال لا 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 في دور عقاد اللي فات تقدمت أنا وياي مجموعة من الإخوان بطلب استعجال مم. من قبل لجنه التشري اللجنة عفوا الداخليه والدفاع ان تعد تقرير بهذا بهذا الموضوع وانت بالصوصة. شخصيا شو تميل له؟ حقيقه انا ما يعني ما عندي ميلان الى نظام انتخابي لما يتم التوصل الى نظام انتخابي معين اقدر هني اقول لك والله هذا النظام الانتخابي مناسب او ان هذا النظام الانتخابي لا والله في اشكاليه هذا النظام الانتخابي مم. فيعتمد على الصورة المطروحة إلى الآن لم يتم لم يتم طرح صورة واضحة حق النظام القادم ف ولكن أنا باعتقادي أي شكل من الأشكال يعني لا سلبياته ولا إيجابياته بس أنا اللي شايف أن الصوت الواحد يمكن عزز الفئوية شوي عزز الطائفية بالتأكيد بالتأكيد, بالتأكيد لأن أنت تتكلم اه هو صوت واحد هو أيه. صوت واحد وبالتالي انا ممكن اخدم شريحه معينه هذه الشريحه اللي انا ضامن ان هي راح توصلني انا مكتفي بهذا الاصوات فابدي احاكي اللي هم يبون يتكلمون فيه وان كان اللي قاعد يتكلمون فيه ما هو منطقي ولا هو دستوري ولا هو آه من مصلحه آه البلد بكبرها ولكن أيه. هي وسيلتي للنجاح فاي نعم عزز عزز قضى على بعض السلبيات الموجودة في نظام الانتخاب السابق أنه والله أربع أصوات ممكن يصير في يعني عن بعض عمليات والترتيبات بين المرشحين انه والله تعطيني انت هالكثر وانا اعطيك هالكثر وبالتالي هذا كان هم في تزوير لاراده الناخبين هذا اللي انا يعني قاعد اقوله ابو خالد في كل نظام انتخابي لا سلبياته لا عيوبه ولا مزاياه احنا نحاول نجتهد ان نصل الى افضل نظام انتخابي أه يعبر بشكل واقعي عن اراده الناخبين ويكون قليل السلبيات مم. انزين باقي لنا دقيقه خلينا ننقل نقل كامله ايش رايك في التطبيع مع اسرائيل اوف <applause> <applause> ها لا بالتاكيد مرفوض مرفوض لا مرفوض مرفوض ما فيها مجال الحديث اصلا ما فيها مغلق مغلق الباب مؤصد ليش؟ اعتقد يعني يعني انا شايف في حراك في المنطقه في حراك ها مني هناك قاعدين يحاولون يكونون واقعيين بين قوسين ما نعم مو انا نعم وانت كنت في تعليقك على الخطه هم تحكي عن الواقعيه وما واقعيه نعم في آه هل واقعي انك توصد هذا الباب تماما؟ نعم واقعي واقعي جدا طيب شو الحل؟ حل بشنو احنا ما عندنا مشكله عشان نحط لها حل ما لنا شغل لا يعني في, هو في قضيه هو في شعب لا خالد مشرد وجزء من عنده جنسيه اسرائيليه وج... يعني مهجرين و... هو في قضية فلسطينية قائمة قضية قضية الفلسطينية ولا تقول لي في فلسطيني يكون عنده جنسية إسرائيلية هذا هو حر باللي يسويه أنا ما له علاقة ولكن إحنا نتكلم الواقعية في أمور ممكن نتحدث فيها أيه؟ ولكن لما تقول لي انت شل الحل انا ما اعتقد اصلا احنا عندنا مشكله <applause> عشان نجد لها حل انا اعتقد هذا واجبنا لكن واجبنا. فكره التطبيع مرفوضه مع اسرائيل تحف. مرفوضه تماما نعم بهذا وصلنا الى ختام لقائنا الليله سعدنا نعم. بالحديث معك نعم. وسعدنا نعم بتوجيه الله. بعض الـ الاتهامات اللي اللي تدور عنك وكنت دائما سمح وشرح الله يحفظك وقادر تتلقاها بصدر رحب وان شاء الله تظل ما ترفع قضايا على خلق الله ان شاء الله آه خلهم يروحون بحالهم وانت إن بحالك الله. اللهم الا الاساءات غير المقبوله وصلنا كذي لختام برنامجنا الليله ونراكم ان شاء الله الاسبوع القادم حياكم الله